والأمين يا أنا فضل ورا اللي سرقوه لحد ما جابهم كلهم. طب والأميرة عملوا فيها إيه؟ الأميرة لقيت إن هو بيعمل كل حاجة عشانها، فعرفت إن هو بيحبها. أنت بتشوف بابي؟ لا يا حبيبتي، هو بابي لسه مسافر، بس هو بيكلمني ساعات. قول له إن أنا زعلانة منه عشان هو مش بيسأل عليا. معلش ما تزعليش منه، بابي مشغول قوي. وهقول له بس إن سلمى بتسلم عليك وتقولك إنك وحشة قوي قد ما هي وحشاك. أخبار الشغل إيه؟ الحمد لله ان شاء الله خير، بس انا يهمني بس يا ماما انك ترتاحي واطمن عليكي. ارتاح بعد البلاوي اللي فيا دي؟ ارتاح؟ مفيش حاجه في الدنيا هتريحني غير ربنا ياخدني ويريحني. ما تقوليش كده بس، كمان بالذات قدام سلمى. وبعدين لازم تعرفي ان كلنا بنحبك. مفيش حد في الدنيا كان حنين عليا زي الغالي. انا رسمتك. الله، بقى انا حلوه قوي كده؟ يا خبر يا حبيبتي يا سلومة، ربنا يجعل في ايدك الشفا. يا عم خف سجاير بقى. بطلوها. الضغط فوق دماغي يا ألفي. لازم نلاقي العلاج قبل ما يطلعني حسين عندنا في التلفزيون. يا اخي في حاجه انا مش قادر افهمها، يعني ايه كل ما الدنيا تهدى حسين علام هو اللي بيولع؟ يعني بيعمل ايه؟ بيفبرك اخبار؟ يا ريت بس كده. حسين علام ممكن يعمل اي مصيبه عشان يعمل منها خبر. فانا عاوز افهم حاجه، انت عارف الكلام ده ازاي؟ انا مش عارف. تعرفت انا عاوز استنتج. حاجة غريبة جدا، يعني الحيوان ده طلع مصيبة داهية وانا مش واخد بالي. الحيوان ده اذكى مني ومنك، عشان كده احنا لازم نحاربه بسلاحه. زي ما هو واقف في مكتبه بيبص على العالم كله، احنا هنخلي العالم كله يبص عليه وعلى بلاوي. طب اللعيبة؟ انا فهمت انت عاوز تعمل ايه. انت عاوز تجيبه جوه المكان، تفضحه قدام الناس كلها، مش كده؟ عشان كده هو تلويف. كل حاجه ليها سبب، وانت كنت فاكرني ببيعك. عيب عليك، ده انت حبيبي. اسمك ماشي يا حسين علام. هو ده المكان؟ حلقة الذكرى هنا، وهو بيته في نفس المكان برضه. وانا صغير ابويا خدني من ايدي وداني عرفني على الشيخ حسين. كنت بخاف منه في الاول بصراحة، بس مش عارف ليه فجأة كده بقينا اصحاب. ازاي بابا كان بيجيبك وانت صغير قوي يعلمك طرق الصوفية؟ لا انا ما كنتش صغير قوي كده، انا كنت شحت في الاعدادية مثلا. طب انا ممكن افهم انت جايبني هنا ليه؟ ده مفيش، حبيت اعرفك عليه مش اكتر. لما لقيتك مهتمة بكتاب امينة وكده، فقلت لازم تقابليه. الشيخ حسين ده بيجمع كتب ونصوص من كل حتة في العالم، دي هواياته اصلا. وانا اتصلت بيه وحكيت له على العهد وحكيت له عنك، بصراحه هو اللي اصر انه يقابلك. سواء يا اهلا يا اهلا، ولو اني واخده على خاطري منك قوي يا سحيت. ليه بس كده يا ام الخير؟ قاطع فينا ولا بتسال بقالك كتير؟ والشيخ بطل يجيب في سيرتك، قال ان بالك بقى مرتاح. معلش اعذروني والله. شوف ربنا معاك. القمر دي تبقى مراتك؟ لا دي انسه كليب، احنا اصحاب. يا مرحب يا مرحب، ربنا يجعل كلامي من نصيب. اتفضل اتفضل اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عجبك المكان؟ لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤد حفظه ولا العلي العظيم. سبحان الله. وحشتني يا راجل عجوز. وحشتك يا راجل عجوز. اقعد اقعد. زمان كنت بتوحشني يا ولد، انما دلوقتي خلاص بقت كده عشان بس افكر ان انا اكلمك ولا اوصل لك. أكلم القمر والشمس والنجوم وأقول يا رب يا رب مرسالي يوصل لك. آه ابتدينا بقى شغل المبالغة في الأداء. لا مبالغة إيه، أنا عمري ما ببالغ. أنا اللي في قلبي على لساني واللي بحس بيه بقوله على طول. وإنت عارف أنا شفتك قبل كده مش كده؟ ما أعتقدش. أنا حاسة إن أنا أول مرة أتشرف وأشوف حضرتك. دي كليو اللي كلمتك عنها. ما انا عارف انها كليو اللي كلمتني عنها، بس الشكل ده محفور في راسي مش عارف ليه. طب ما تمشيها بشرة خير او فال كويس. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، منورنا. ولقيت الكتاب اللي حاتم قال لي انك بتدوري عليه؟ انا فعلا لقيت الكتاب بس مش كامل. مش كامل ازاي؟ يعني في شوية تفاصيل متشالة منه في النهاية. هو المعنى واضح. أكيد حضرتك سمعت عن الرواية دي. الرواية اسمها العهد، كتبتها أمينة محمود العربي. آه دي الرواية اللي كانت اتنلعت مش كده؟ أيوه. طب أقدر أعرف إيه سر اهتمامك بالرواية دي بالذات؟ أصلها رواية مش عادية. عارف لما في زماننا ده ينزل كتاب وبعد ما ينزل يتمنع فجأة؟ ده معناه ان اكيد في حاجة غريبة، وطبعا ده يهمني كتير. واللي قريتيه منها انطباعاتك عنه؟ اداني انطباع عن الشر اللي موجود حوالينا. الشر 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 قديم يا بنتي في الدنيا، من أيام قابيل وهابيل. ربك خلق الشر بس خلق جنبه الخير عشان البني آدم يتعظ ويعتبر. بالنسبة لي أنا خلاص نسيت كلمة الشر دي خالص، لغيتها من قاموس حياتي، مفكرش فيه. بس ظروف الدنيا تخليك كل يوم وكل ليلة تشوف الشر ده متجسد في فعل او في كلام اي بني ادم من البني ادمين اللي بنتعامل معاهم.